بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا، حياكم الله معنا اليوم. اليوم موضوعنا عن وزارة الإسكان. طيب أنا عندي مقترحات لوزارة الإسكان. يعني الآن يا وزارة الإسكان نستطيع أن نعمر مجانا بدون فلوس، وأدلكم على الطريقة والآلية. يعني الفكرة بسيطة جدا، كل مدينة من المدن تختار وزارة الإسكان موقع 5 كيلو في 5 كيلو يكون خارج المدينة الموجودة حاليا. بالطبع الأرض ببلاش، يعني أنتوا دولة ماخذين الأرض بدون فلوس. الكهرباء بتوصل، الزفلت بيوصل، المياه بتوصل، المجاري بتوصل، يوضع خزان رئيسي للموقع كله. تقسم هذه المدينة الخمسة كيلو في خمسة كيلو، كل كيلو في كيلو مربع لوحده، تنشأ وبعد ما تنتهي تنشأ اثنين وثلاثة واربعة حسب عدد السكان. الكيلو في كيلو يقطع بشارعين على شكل صليب عرضه 100 متر على أساس يكون شارع إيش؟ تجاري. شارع تجاري هذا كل المحلات اللي تكون على الشارع التجاري، يعني كل العمارة اللي تنشأ 40 متر في 30 متر توزع للتجار، تخصص للتجار، دورين تحت الأرض مواقف وستة أدوار فوق بحيث تنشأ الدكاكين يمتلكها التاجر. نقول للتاجر تنشئ عمارة بالمواصفات هذه، نعطي احنا المواصفات فيها 50 شقة، الشقق تباع للمواطنين على 10 سنوات بقسط 1250، يصير التاجر اللي بنى والحكومة اللي تأخذ الفلوس والقسط على مدى 10 سنوات، ويكون التاجر ساهم في إسكان مواطن وتزداد مبالغ صندوق التنمية اللي قاعد يبني البلاد، ويصير العمارة هذه والأرض ملك للتاجر. يعني الدكاكين اللي على الشارع ينشئ فيها في الخلف، من خلف الصلبان هذه الموقع 250 في 250 سيستخرج منه موقع مدارس، سيستخرج منه موقع مرافق حكومية وحدائق ومنتزهات، ستنشئ من المبالغ اللي حصلت عليها الحكومة من التاجر في بيع الشقق للمواطنين، متخيلين معي؟ وتنشئ فيلا الدوبلكس، مساحة الفيلا 200 متر زي ما هو حصلها، 200 متر تباع ب 500 ألف، حرام يعني المتر ب 2000 على المواطن، ما يصح هذا الكلام. اللي الان تنشئ وزاره الاسكان وتسلم بنوك، كل بنوك تاخذ 40% من الفائده المعتبره على المواطن، ما يصح الكلام هذا. احنا نقول ستبنى فلل في الخلف عن طريق شركات عالميه زي الصين مثلا، الباب اللي قيمته 1000 راح يجيبه الصين شركه صينيه ب 200 ريال الطيق من 50 وبجوده عاليه، امريكا تستورد من الصين. ايش معنى لما نستورد احنا من الصين تطلع تعبانه؟ لا، نستطيع نجيب مواصفات وبربع قيمه السوق، وبذلك تطلع الفله على المواطن. يعني اذا 200 متر يجب لا تزيد عن 200 ألف، ال 200 ألف تقسط على 10 سنوات. الحين عدد ال 30 مليار ريال عدد القروض اللي ما سددت، يعني ديون معدومة، مشكلة كبيرة، دخلهم في سمة 124 ألف مواطن بينسجنون توقف خدماتهم، مشكلة كبيرة. يعني الآن أخطاء كبيرة جدا في عملية الإقراض، وأخطاء كبيرة جدا في عملية الإعمار، وأخطاء كبيرة جدا. يعني كيف تحسب علي 200 متر ب 500 ألف والزيادة البنك يأخذ فوائد؟ ما تجي بالعقل. يجب أن يكون الإعمار بدون أي فوائد للمواطن، يجب للتجار اللي يبنون على المواقع التجارية اللي تباع لهم. واحدة من الأخطاء القاتلة، كل واحد يأخذ أرض كبيرة جدا وبعدين يقسمها قسم معينة، ويمسك كل المواقع التجارية تطلع عليها مجانية، ويبيع الأراضي اللي ما تسوى قرشين لمواطنين ب500 ألف. يعني القرض اللي يأخذ المواطن راح للتاجر اللي باع له الأرض البعيدة جدا ومسك الأراضي التجارية، وبذلك يبني عليها مجمع، يصبح تاجر كبير جدا ويدخل أموال كبيرة جدا وطلعت الأرض عليه مجانا. تخيلتوا الفكرة كيف كان زمان يحطم المواطن ويزداد التاجر تجارة. لابد أن تنبه لهذه النقاط. الآن مئات الآلاف من المواطنين ستصبح هي مدن جديدة، ستصبح الأسواق هي الجديدة، ستصبح هي مراكز تجارية جديدة، سننشئ مدن جديدة، سنحل مشاكل الإسكان، سنضع مدن نموذجية وعصرية، سنضع بالمزاج اللي يبغاه المواطن السعودي، سنحل كثير من المشاكل ما تتخيلونها. فكروا معي، ممكن أكون صح ممكن أكون غلط. السلام عليكم.